طلاب أخواتي الطالبات آباء المدرسين والمحاضرين، أود أن أتكلم معكم عن موضوع مهم، وهو عندما تكون في أي شركة سوف توجه أو تطلب أي عمل في أي شركة، سوف تواجهك مثل هذه الأسئلة المتوقعة، وهي كالآتي: مما لا شك فيه إن هذا الموضوع هو من الموضوعات الهامة في حياتنا، ولذا سوف أكتب عنه في السطور القليلة القادمة، متمنيا من الله أن ينال إعجابكم ويحوز على رضاكم، وأبدأ ممسكا بالقلم مستعينا بالله لأكتب على صفحة فضية كلمات ذهبية تشع بنور المعرفة بأحرف لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم. مثل هذه الأسئلة، وهي سوف تواجهك مثل هذا السؤال: كم مدة تتوقع البقاء مع منظمتنا؟ كم مدة سوف تقوم بالعمل، أو سوف تقضي عملا في منظمتنا، وسوف تخدم منظمتنا أو شركتنا؟ الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها طرح هذا السؤال وهي كالآتي: كم من الوقت تتوقع أن تظل موظفا في هذه الشركة؟ منذ متى تعتقد أنك ستكون في هذا الدور؟ أين ترى نفسك في 5 سنوات؟ بعد ذلك، سبب السؤال عن هذا السؤال هو كالآتي: للتعرف بوضوح لماذا العمل بالنسبة لهم هو جذاب بالنسبة لك. يجب عليك أن تلخص هذا في سطور مقدمة. ملاحظة جوانب محددة من المهمة التي تروق لك وتشجعك على البقاء لفترة طويلة. يجب عليك أن تذكر بعض الأسباب لمدى قضاء فترة وقتك في هذه الشركة لمدة طويلة. إذا أشرت إلى تطوير صناعة أو شركة حديثا، وكيف يرتبط ذلك بأهدافك؟ فإن ذلك يمكن أن يميزك عن الآخرين. نقاط للتأكيد على ذلك: تحدث عن كيفية إعدادك لخبرتك السابقة في العمل لفترة طويلة أو قصيرة قضيتها في السابق. إذا كنت قد تحركت بسبب زوجك العسكري أو سبب آخر، كن صادقا في ردك. التأكيد على أي مهارات من شأنها أن تساعدك على أن تكون فعالة خلال وقتك مع الشركة. إذا كنت تستطيع ذلك، فقل كيف يجعلك مخططك الزمني مرشحا جيدا لهذا المنصب. يمكن أن تكون إجابتك مثل يجب أن تكون إجابتك مثل هذه الإجابة المقتطفة، وهي كالآتي: أود البقاء طالما هناك فرص للنمو. أفضل البقاء على المدى الطويل إذا أمكن. أحب ساعات العمل المرنة التي نقدمها، والتي ستعمل بشكل جيد مع التزاماتي الأخرى مثل دراستي وعملي في الشركة. عينة إجابة: هناك مثل على هذه الإجابة، سوف نأتي لكم بمثل على هذه الإجابة، وهو كالآتي: أنا متحمسا حقا بشأن الأبحاث والابتكارات التي حققتها شركتك في السنوات القليلة الماضية. لقد كنت أبحث عن منصب مع الشركة ديناميكية، إن هذا الدور هو تطابق رائع، ديناميكية تعمل في المجتمع، ومن المؤكد أن مؤسستك تناسب هذا الوصف. أعتقد أن هذا الدور هو تطابق رائع لمهاراتي وخبراتي، ويمنحني فرصة للنمو باحتراف. أتوقع أن أكون هنا لطالما أتيحت لي الفرصة لتقديم مساهمات. أنا واثق من أن هذه الشركة يمكن أن تقدم لي مهنة ممتعة ومثيرة، وأريد أن أبقى معك طالما إنني أتأثر بشكل إيجابي بالمؤسسة. أما بعد يا إخواني، وهكذا لكل بداية نهاية، وخير العمل ما حسن آخره، وخير الكلام ما قل ودل. وبعد هذا الجهد المتواضع، أتمنى أن أكون موفقا في سردي للعناصر السابقة سردا لا ملل فيه ولا تقصير، وموضح الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الموضوع الشائق الممتع. وفقني الله وإياكم بما فيه صالحنا جميعا. أخوكم المقدم الفيديو حمير الحرازي من جمهورية الهند المحترمة. وبعد ذلك نلتقي في الفيديوهات السابقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.